وقررت انني ما صافي ما بقاش نحط كاع الفيديوهات. عباد الله كانوا كيطلعوا عليا وكيدي هذوك اصلا اللي كيقولوا لحت ولادي هما ما عارفينيش، واصلا اللي كيقولوا لحت ولادها يكونوا هما اللي يحين والديهم، حيت تقدر كاع كون تفارقت مع باهم وطلقت منه ما غاديش نلوح ولادي. راه الا هما اللي يحينهم والديهم انا ماشي بحالهم، انا ما يمكنش غادي نلوح ولادي. وانا ما كنطلب حتى شي واحد، انا شي وحدين اللي عندهم قنوات طالعين وبغاو يطلعوا على ظهري هزوا داك الفيديو هما دخلوا به الفلوس. وانا بقى بلا نمشي يقول لي لا شديتي الفلوس، لا انا قسما بالله ما سنتيم هو الاخر ما شديتوش. انا ما كنطلبش، واش عمري جيت عند شي واحد فيهم وقلت له عطيني الفلوس ولا صيفط لي الفلوس؟ كون كنت كنتعرى ولا كون كنت كندير شي محتوى اللي طايح غادي تدخلوا غادي تدعموني بطبيعه الحال، ولكن حيت ما معرياش ودايره محتوى نقي مع وليداتي ما غاديش تدعموني، غتقولوا عليك. انا ما كنطلبش شي واحد، انا ما تربيتش في العرى، انا ما تربيتش في العرى، انا تربيت في وسط واحد العائله اللي محترمه، وما يعني انا ما يمكنش غادي نتعرى ويشوفني با معري ومشي نتلاقى معاه، حيت انا ما تربيتش داك الشيء. هادوك اصلا كتلقايها كتحشش مع با، كتدور لبا هالجوان كيحطوا القرعه كيسكروا عليها كاملين، وانا ما يمكنش غادي نهبط لذاك النيفو، حيت هما اصلا هادوك اللي كيسبوا فاش كيطلقوا معاك في الزنقه راه كيعطوك وجه اخر. السلام عليكم متابعين جريده اشواق الاوفياء، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. حنا هنا مباشره من بيت اميمه ومراد، الكوب اللي كان دار ضجه عبر السوشيال ميديا. اليوم معنا اميمه، سبب الغياب فين غبرت يا اميمه؟ اولا تكلمي لي على سبب الغياب ونكملوا الاسئله ديالنا. الغياب ديالي هو انني شتلقاناش ما طلعش ليا، مقارنه مع وحدين يعني داروا القناه غير من مورايا وطلعت لهم القناه. يعني فاش طراسي انا يعني كنبقى نتعب نفسي على المونتاج وكنبقى نتقاتل نقطع من هنا يعني غير المونتاج يعني كنجلس فيه سوايع فهمتي، وفاش كنحط الفيديو ما كيجي ما يعني ما كيكونوش فيه مشاهدات بزاف. صافي وقررت انني ما صافي ما بقاش نحط كاع الفيديوهات. الغياب ديالك خلى بزاف ديال الناس كيتسائلوا شنو السبب ديال الغياب ديالك انت ومراد. كاين بعض الناس اللي تيقولوا ان انت ومراد تفارقتوا طلقتوا، كاين بعض الناس اللي كيقولوا انت لحتي ولادك. شنو الرد ديالك او شنو الجواب ديالك على هاد الاسئله؟ هادوك اصلا اللي كيقولوا لحت ولادي هما ما عارفينيش، واصلا اللي كيقولوا لحت ولادها يكونوا هما اللي يحين والديهم، حيت الا هما اللي يحينهم والديهم انا ماشي بحالهم، انا ما يمكنش غادي نلوح ولادي، حيت غير المشطه في الزنقه والكلبه حاشاكم كتكون في الزنقه وما كتخلاش على ولادها. يعني انا اخر حاجه نفكر فيها هي انني نتخلى على ولادي، يعني واخا نقدر كاع كون تفارقت مع باهم وطلقت منه ما غاديش نلوح ولادي. راه ما كايناش شي وحده كتخلى على وليداتها، يعني واخا الظروف كيف ما غادي تكون عندي يعني ما يكونش عندي نقدر نمشي نطلب وما نخليش ولادي ما نتخلاش عليهم. شفنا مؤخرا واحد الفيديو كيروج في السوشيال ميديا اميمه، واحد الفيديو ما بين الاول فيديو ديالكم الزواج ديالكم ومن بعد ما ولدتي سلطة محمد علي خرج واحد الفيديو كاستهزاء كيستهزئوا انكم نهار الاول نتوما فرحانين بالعلاقه ديالكم، والفيديو الثاني انكم كنتو شويه مزيرين مع دابا بزاف دابا بزاف هزوا داك الفيديو وكيقولوا بلي انا كنطلب. انا ما كنطلبش شي واحد، انا كنت كنطلب منهم انهم ما غادي يخسروا والو، هما اصلا كل واحد شاد التليفون ديالو غادي غير يخسر غير جيم. انا ما تنقولش لكم عطوني الفلوس، حيت انا اصلا راجلي نوض مع 5 الصباح عباد الله تيمشي يخدم، يعني هو تيخدم على ولادو. انا ما كنتش كنطلب منكم انكم غتعطوني الفلوس، كنت كنقول لكم غير ابونا ودير واحد كومونتير زوين، يعني ما غاديش خسروا عليه والو. ناضوا شي وحدين اللي عندهم قنوات طالعين وبغاو يطلعوا على ظهري هزوا داك الفيديو هما دخلوا به الفلوس، وانا بقى بلا نمشي يقول لي لا شديتي الفلوس، لا انا قسما بالله ما سنتيم هو الاخر ما شديتوش، ما شديت حتى شي ريال من دوك الفيديوهات كاملين. عباد الله كانوا كيطلعوا عليا وكيديروا كيهزوا الفيديو ويبقاو يضحكوا، حنا اصلا ما دابا هما تيقولوا انا ما كنطلبش، واش عمري جيت عند شي واحد فيهم وقلت له عطيني الفلوس ولا صيفط لي الفلوس؟ انا ما عمري طلبش من شي واحد انه يعطوني الفلوس. الا كنتي انت باغي تساعد راه غتساعد، انا ما كنقولش لك عطيني الفلوس غير ما غاديش تخسر والو، انت اصلا شاد تليفونك غادي دير غير جي ما فيها والو، حيت اصلا يعني كون كنت انايا كنتعرى حيت كون كنت كنتعرى ولا كون كنت كندير شي محتوى اللي طايح غادي تدخلوا غادي تدعموني بطبيعه الحال، حيت ديك الساعه معريه
ديك الساعه راه مع اليوم بين الحميو غادي تدعموني، ولكن حيت ما مع الرياش ودير محتوى نقي مع وليداتي ما غاديش تدعموني، غتقولوا عليك انا ما كنطلب حتى شي واحد. قلت لكم ديروا جيم صافي، ما درتيهاش ما غتخسر والو، ما باغيش دير جيم ما باغيش تدعمني، شد فمك صافي، شد فمك عندك وخلي وحدين اخرين. حيت واحد كيدخل كيكتب واحد الكومونتير، كيجي واحد كيشوف وراك كتب داك كومونتير كيبداو هما كومونتيرات، فهمتي؟ يعني داكشي علاش انت ما قاد تدعم بنادم بوالو، ما غاد تقول شي كلمه زوينه شد فمك. على ذكر هاد القضيه ديال العرا وديال التعريض والتدخل في يوتيوب، شفنا كنشوفوا مؤخرا ان اليوتيوب ولا بحال واحد المزبله كما كنقولوا، ولاو البنات كيتعراو باش كيدخلوا الفلوس. انا ما تربيتش في العرا، انا تربيت في وسط واحد العائله اللي محترمه، وما يعني انا ما يمكنش غادي نتعرى ويشوفني با معري ونمشي نتلاقى معاه، حيت انا ما تربيتش داك الشيء. هادوك اصلا كتلقايها كتحشش مع با، كتدور لبا هالجوان، كيحطوا القرعه كيسكروا عليها كاملين، وانا ما يمكنش غادي نهبط لذاك النيفو، فهمتي؟ انا درت محتوى زوين، بغيتي تتبعني بداك المحتوى مرحبا، ما بغيتيش اخويا غير شد فمك ولا اختي، ما كاين لا تبقاي تدخلي وتسبيو، حيت هما اصلا هادوك اللي كيسبوا فاش كيتلاقاو معاك في الزنقه راه كيعطوك وجه اخر، اصلا من بالله كيسبوك في التليفون، وكيفاش كيتلاقاو معاك كيجيو كيعنقوك بحال ما كاين ولا غير النفاق. اما انا باش نتعرى، انا عمر غادي نتعرى وعمرهم غادي يشوفوني معذية. علاش؟ حيت انا ما تربيتش في داكشي، انا تربيت وسط واحد العائله اللي محافظه، ما يمكنش غادي نتعرى. واحد النهار غادي يكبروا ولادي، ما يمكنش انا غادي بنتي ولا ولدي غيتناقش مع شي واحد يقول ليه واسي انت بعدا شوف امك شنو كانت كدير، وشوف بعدا انت هذيك اللي رباتك، وانا ما هادشي ما مسلكنيش، وما حتى ولادي ما نبغيهاش لهم. يعني كنشوف ان الانتقادات على الفيديوهات ديالك في لاشين ديالك على اليوتيوب، يعني كاين واحد الانتقادات لي بزاف كانك انت كديري شي حاجه اللي خايبه. بصح خصوصا فداك الفيديو هزوه بزاف، هزوه بزاف، وهما راه ما بيهمش انتقدوني، لا بيهم باش يجذبوا بنادم ويطلعوا القنوات ديالهم على ظهري، ولا تيطرون عبر صفحات ولا على ظهري انا كيشدوا الفلوس. وانا قسما بالله ما عمري شديت حتى سونتي من دوك الفيديوهات، ياك انا اللي كصور داك الفيديو ما محطوطش حتى عندي في القناه، يعني غتدخلي القناه ديالي ما تلقايش كاع داك الفيديو محطوط في القناه ديالي، مع مقارنه مع بعض القنوات اللي ضارب ليهم مليون، 3 مليون، 4 مليون، حتى 5 مليون، انا شفتهم ضارب ليهم لي في بزاف، وانا مخلصه عليه ما شد عليه حتى سونتي. انا سبق سمعت عبر فيسبوك وكذاك، سمعت ان اميمه ومراد طلقوا، واش بصح هذا الخبر هذا؟ كنا مفارقين صافي، كنا غادي نطلقوا، ولكن صافي من بعد صافي كنت رجعت انا وياه، يعني قبل من داك الفيديو كنت رجعت انا وياه بيومين صافي هي في الصور. شنو سبب الخلاف اللي وقع بينك وبين مراد؟ كاينين شي حوايج شخصيه يعني اللي ما نقدرش انا نبوح بهم في السوشيال ميديا. انا قلتها يعني في كاع المنابر اللي صورت معاهم، قلت لهم يعني ماشي كلشي كيتقال، كاينين شي حوايج اللي انا ما نقدرش نقولهم في السوشيال ميديا، انا كنشارك معاهم شي حوايج يعني كنبارطاجي معاهم حياتي، ولكن شي حوايج شخصيه بيني وبين راجلي ما يمكنش غادي نقولهم، يعني ما هادشي ما ماشي مع المادي، هادشي ماشي يعني في يعني كاينين شي حوايج كندوزو شي ازمات، ولكن ربي كيمتحنك، ولكن ماشي يعني كانوا بزاف ديال الحوايج اللي شخصيه وصافي، ما نقدرش يعني نبوح بهم. اخيرا اويما، شنو الرساله ديالك الناس اللي كيسبوك في التعاليق وكيسبوك كذلك الاولاد ديالك؟ كاين بعض الناس اويما اللي كيقولوا وانت باقا صغيره وانتم اصغر كوبل، علاش والده يعني كيتدخلوا في شي امور اللي جريئه بزاف. انا ما انا بعدا ما نقدرش نقول لبنادم لا انت علاش، انا دوك الوليدات تصدقهم لي الله، واش نضرب مع الله، نضرب مع نقول اسيدي ربي عاودوا بلا مشطاجي، اسيدي ربي علاش عطاشيني هاد الولاد، الله رزقني بهم صافي الحمد لله، الله ما كيخلق العبد وان قد به وصافي. وهذوك اللي كينتقدوني كنقول لهم عاش من عرف قدر، يعني انا عارفه راسي شنو كنسوى، ما كيهمنيش هضر لك انت ولا انت، انا ما كنسعاش، انا كنقول لك بغيت يا خويا دير ليا جيم القناه ديالي اللي هي اميمه مراد، راه معروفه يعني اميمه مراد، وراه كانوا شفتوا لي كاع الفيديوهات، وعلى دوك انت حيت انا كنت شويه كنتسنط لدوك الانتقادات ديال الناس، ولكن دابا ما نكذبش عليك ما بقاوش كيهموني، علاش؟ حيت انا ما كنديرش شي حاجه خايبه،
وصافي. وبالنسبه للناس اللي كيبغيوني بغاو يدخلوا القناه ديالي اللي هي اميمه مراد، راه غادي يعني غتطلع لك في الروشيرش غتكتب اميمه مراد غادي تطلع لك، ما غاديش خسر والو خويا ولا اختي، غدير غير واحد الابوني وغادي تدخل، غادي الا عجبوك الفيديوهات ديالي غتلايكيهم وغتدخل، اش ما كاينلاش تقول فيا العيب ولا. وبالنسبه للناس اللي كيجبدوا وليداتي بالسوء، هما عيب ملائكه هما ما عارفين حتى شي حاجه. وبالنسبه لوليداتي انا ما كنتش كنبغي نصورهم، يعني كانوا كيجيو شي منابر وكنكون انا كنصور وكيدورهم الكاميرا كيصورهم، انا ما كنتش، ولكن دابا صافي ما بقيتش كاع نصورهم حتى معايا انا، ما بقيتش كنخليهم يبان وصافي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.